بخبر الأول عن محمد عوض. حبيبي يا أسامة، أنا سعيد جدا أن أنا موجود معاك، وأنت من الإعلاميين المحترمين واللي برنامجك عامل صدى بجد، مش مجاملة والله، برنامج عام يعني، برنامجك عامل صدى كبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، واتمنى لك التوفيق يا اسامه الفتره اللي جايه. اكيد طبعا. خلينا نبدا محمود فؤاد على طول من الخبر الخاص بنادي الزمالك، وطبعا محمد عواد، والزمالك بيؤجل ملف تجديد محمد عواد طبعا خلال الفتره القادمه، وفي ازمه ما بين محمد عواد ونادي الزمالك، ايه تفاصيلها وايه كواليسها؟ خليني اقول لك، هي مش ازمه بمعنى الازمه برضه عشان ما نكونش مبالغين في الموضوع. زي ما انت عارف، عواد هو من اللعيبه اللي كان عقده الفترة اللي فاتت كان الأعلى في وسط لعيبة نادي الزمالك، كان 79 مليون جنيه، رغم أنه وقتها ما كانش عواد بيشارك، يعني كان عقد 79 مليون جنيه وما كانش بيشارك. والمفاجأة يا أسامة أن في بند في عقد عواد أنه لعب ما لعبش هياخد 79 مليون جنيه صافي، عقده ينتهي، عقد عواد مع نادي الزمالك احنا بنرسل كل اللي بيحصل، عقد عواد مع نادي الزمالك بينتهي بنهايه موسم 2024. بالتاكيد عواد هو الحارس الاساسي داخل نادي الزمالك بعد رحيل محمود جنش وبعد رحيل محمد ابو جبل للبنك الاهلي. عواد هو جه من بعيد خالص يا اسامه، واصبح هو الحارس الاساسي لمنتخب مصر بعد ما انضم نجح امير مرتضى منصور انه يرجع تاني محمد صبحي بعد انتهاء اعارته مع نادي فاركو. بدأت كده إدارة نادي الزمالك وأمير عايزين يشوفوا يجسوا نبض قبل من الفترة اللي فاتت، يجسوا نبض محمد عواد، هل هيتم تمديد عقده ولا مش هيتم تمديد عقده. خليني أقول لك، محمد عواد بالتأكيد هيرفض أو هيكون عنده تحفظات لو إدارة نادي الزمالك اتكلمت معاه إنهم يعني يقللوا في العقد كده، ولكن عرفنا من مصادرنا داخل نادي الزمالك إن في أسامة حالة غضب يعني قليلة كده داخل نادي الزمالك بسبب مستوى محمد عواد الفترة الأخيرة، والمصدر ده مصدر مسؤول أكد لنا أنه يعني الإدارة حملت محمد عواد جزء ولو قليل جدا من خسارة السوبر قدام الغريم التقليدي النادي الأهلي، وده اللي خلى يعني في اتجاه قوي زي ما أنت قلت داخل نادي الزمالك أنه يتم مش يقفلوا المفاوضات خالص يا أسامة، لا، يتم تعطيل ملف تمديد محمد عواد حتى لو شهرين أو ثلاثة بعد كده. ولكن حتى الآن عواد مستمر داخل نادي الزمالك، عواد هو الحارس الأساسي نادي الزمالك. ملخص القصة، هيتم تأجيل التفاوض ولكن عواد هيكون مستمر مع نادي الزمالك لمواسم تانية، هيخلص الأمور بالنسبة له فيهاش مشكلة وهيكمل مع نادي الزمالك. لكن على الناحية التانية طبعا محمود، وانت طبعا في جريدة الوطن ودايما متابع كواليس الخاصة بنادي الزمالك وطبعا المنتخب المصري، وفي لايف دايما بيقدمه محمود فؤاد على جريدة الوطن، كل لازم يتابعه خاص دايما بتفاصيل نادي الزمالك. خلينا اقول لك على عواد وانضمامه للمنتخب. بعض الاعلاميين شافوا ان انضمام عواد للمنتخب كان فيه مجامله، وشافوا ان في حراس مرمى احق من عواد ان هم ينضموا للمنتخب. وكان فيتوريا في يعني طبعا المؤتمر الصحفي اثار لغط كبير بانضمام بعض اللاعبين، وهنستعرض مع بعض قائمه المنتخب دلوقتي. خليني اقول لك، عواد لما ما كانش بينضم للمنتخب الفتره اللي فاتت كان شيء طبيعي جدا، اي مدير فني او اي مدرب حراس مرمى للمنتخب ما كانش بيضم عواد. كان عواد زي ما انت عارف كان حبيس دكة البدلاء سواء لجنش او لمحمد ابو جبل، لكن عواد انضم مؤخرا للتشكيل الاساسي نادي الزمالك وشارك يا اسامه مع نادي الزمالك بشكل اساسي، وفجاه اصبح عواد هو الحارس الاساسي نادي الزمالك والاخص بعد رحيل محمد ابو جبل. وعواد يا اسامه كان جزء اساسي بل وجزء كبير ان نادي الزمالك يفوز ببطوله الدوري العام الموسم المنتهي ويفوز ببطوله كاس مصر الموسم المنتهي. لكن انا يعني بختلف يا اسامه مع كل الاعلاميين اللي قالوا ان عواد لو في واحد من عشره مجامله، لا خالص، عواد انضم لمنتخب مصر بمجهوده، انضم لمنتخب مصر بعرقه بعيدا عن مستواه لو متذبذب كده في بعض المباريات، ولكن محمد عواد يستحق انه يكون موجود في منتخب مصر بل ويستحق انه يكون موجود بشكل اساسي مع المنتخب. قائمه المنتخب والقائمه قدامنا اعزائي المشاهدين زي ما احنا شايفينها طبعا، وتقدروا تستعرضوها وتستعرضها الكاميرا معانا. لكن انا علق على نقطه مهمه في قائمه المنتخب، وهو عدم انضمام كريم فؤاد برغم تالقه مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، وانضمام عبد الله جمعه واللي كان فيه نقدر نقول